طيب زي ما احنا متابعين كده كلنا منافسات دور ال 16 عماله تشتد المنافسه فيها بشكل كبير جدا وملحوظ وغير متوقع. امبارح شفنا كمان مباريات في منتهى القوه ولسه عندنا لاخر الاسبوع كمان مباريات مهمه عشان نعرف جميع المتاهلين لدور الثمانيه. خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي بس نرحب بالناقد الرياضي اللي منورنا دلوقتي الاستاذ صبري سراج. بونجور، صباح الفل. صباح الفل عليكي، منورنا صباح الفل فعلا. على كل الاهلاويه. يعني مونديال، لو هتتفق معايا كده في البداية تحت مسمى أو عنوانه المونديال الغير متوقع عن جدارة، بس بشكل إيجابي. ليه بشكل إيجابي؟ لأن احنا بنتكلم إن المنتخبات الإفريقية إلى حد ما عاملة تقدم ملحوظ مقارنة بالمونديال اللي فات. المنتخبات العربية كمان تحديدا هتحدث عن المغرب مقدمة شيء عظيم جدا على أرض الملعب. فبتتفق ولا لأ في هذا المصطلح في البداية؟ مونديال مجنون جدا السنة دي. شفنا ده أحلى، تصدق المصطلح ده أحلى كمان. شفنا نسخة عظيمة، للأسف المونديال آخر نسخة ليه يبقى 32 فريق، ومع ذلك هو بيودعنا بشكل مميز جدا. يعني بنشوف نتائج مبهرة وأداء عظيم. بيساعد فيه حاجات كتير قوي، فكرة إن المونديال يتلعب في منتصف الموسم مش في آخر الموسم زي النسخ السابقة، ده ساعد إن اللعيبة تبقى في قمة تألقها البدني والفني. فشوفنا نسخة استثنائية الحقيقة. كمان قطر لأن دولة مساحتها صغيرة مفيش انتقالات كتير ومفيش سفر ما بين المدن وبعضها، فده ساعد ان الاستشفاء يكون اسرع، ان اللعيبه ما تجهدش في السفر، ما يضيعوش ساعات كتير في التنقلات ما بين المدن. كل ده ساهم بشكل كبير ان احنا نشوف السنه دي نسخه عظيمه جدا من كاس العالم. تألق كمان للمنتخبات الاسيويه والافريقيه، عملوا نتائج غير متوقعه في الدور الاول. صحيح ده بيكون متوقع في الجروب ستيج، يعني ان يكون فيه شويه مفاجآت، انما الحقيقه كانت كتيره. السنه دي شفنا اداء مبهر جدا، شفنا فرق كنا متوقعين مثلا ان هي تبقى بتلعب بشكل دفاعي اكتر، لا شفنا مغامرات وشفنا هجوم. انا لسه كنت بتكلم في الانترو، لو تابعتنا عن اليابان مثلا، لا اليابان مش معقول بجد، اداء غير متوقع تماما لليابان، حاجه صحيح كانت محترمه. صحيح عملت مفاجاه كبيره جدا طبعا قدام المانيا وتاهلت، ومتوقع جدا ان هي النهارده كمان تعمل نتيجه. انا بشوف ان هي انا بشجعها على فكره، حظ كويس يعني جداً. انا بشوف اليابان تستحق التشجيع حقيقي، يعني فريق منظم جدا وناس بتشتغل بالعلم. عارفه انت لما الحاجه بتتعمل صح بتبقى حلوه قوي، يعني حتى ممكن ما يكونش في جماليات فنيه، هم مش بيلعبوا زي اسبانيا ولا زي البرازيل ولا زي الفرق اللي عندها مهارات كبيره، لكن بيلعبوا صح جدا، منظمين جدا، في تحس ان في مشروع اتعمل وفي ناس بتتمرن صح ومحطوطه خطط طويله الامد، بنشوف دلوقتي تاثيرها على المنتخب الياباني. يعني مين كان يقول منتخب المانيا هيطلع ومنتخب اليابان هو اللي لسه مكمل؟ يعني تخيل برضه في حاجات، مين قال ان الكاميرون حتى بعد ما هي خلاص ما تتاهلش ان هي تقعد وتكسب وتتقاتل وتقضي على البرازيل؟ يعني بجد لا، حاجه محترمه. احنا بصراحة دخلنا الجوله الثالثه من الجروب ستيج واحنا شايفين ان في 27 منتخب عندهم فرصه ان هم يصعدوا للدور ال 16، ودي حاجه يمكن ما شفناهاش قبل كده. من 94 اخر نسخه حصل فيها ان ما فيش بطل مجموعة تأهل بالعلامة الكاملة كان في 94، السنة دي حصلت. فاحنا بنشوف نسخة الحقيقة استثنائية من كأس العالم. صحيح، استثنائية في كل حاجة، صحيح. في مكانها، في مواعيدها، بالفعل اللي بيحصل لحد دلوقتي. طيب خلينا نروح لامبارح، ماتشات كانت مهمة، وهبدأ بماتش يعني بولندا وفرنسا. وتعرف في بعض الناس ما بيلهاش حب قوي، يعني مش بتميل لمنتخب عن التاني، بس برضو ناس زعلت على منتخب بولندا لان كان في مشاهد مؤثره، وابن الحارس بتاعهم لما قعد يعيط وكان بيواسيه، يعني كان في مشاهد برضو. انت شفت المباراه من الناحيه دي ازاي؟ وفي نفس الوقت فنيا هل كان متوقع اصلا فرنسا؟ صح، مش ممكن مبابي، يعني هو طبعا المتوقع. احنا دلوقتي على فكره خلاص خلصنا بقى من شهر العسل واحنا داخلين دلوقتي على الجد بقى، وفي النتائج المنطقيه بقى، يعني المفاجات هتقل جدا. انا ما اتوقعش ان يكون هيكون في مفاجات تانية كتير، يمكن مفاجاه واحده بالكتير في القادم من كاس العالم. يعني بولندا احنا طبيعي كبشر بنتعاطف دايما مع الطرف الاضعف، يعني فكان في مشاعر طالعه ناحيه بولندا، الناس كانت متعاطفه مع منتخب صغير بيعمل نتائج كويسه وعمل مفاجاه اصلا بانه صعد للدور ال 16 قبل الوحش
فرنسا، فكانت مباراة تقيلة عليهم جدا، كان متوقع خروجهم. هم حتى اللعيبة لو شفنا ليفاندوفسكي بعد الماتش وكان مبتسم حتى بعد ما جاب الجون، واللعيبة فرحت بالجون اللي هو جابه رغم ان هم كانوا خسرانين 3. ده يوصل لك هم قد ايه كانوا شايفين ان هم عملوه اصلا ان هم يوصلوا لدور ال 16 انجاز ويسجلوا كمان في دور ال 16، فهم عملوا اللي عليهم. كانت لقطة مؤثرة جدا بتاعت تشيزني وابنه بعد المباراة وهو بيواسيه، الحقيقة الناس تعاطفت معاها بشكل كبير. تشيزني كمان عمل بطولة مميزة جدا جدا في الفترة اللي فاتت، كان بيتهاجم شوية من جمهور اليوفي، وهو مش بيعد من حراس الصف الأول في العالم لكنه من الحراس الجيدين الحقيقة. السنة دي أو في كأس العالم ده قدم مباريات كبيرة جدا وعمل أداء فردي كمان ممتاز جدا في الفترة دي، فيمكن ده خلق كمان حالة أكبر من التعاطف معه. بشوف إن الفترة الجاية هتكون نتائج أكتر منطقية، المنتخبات الكبيره هتكون فرصها افضل. امبارح فرنسا قدمت شو الحقيقه، او كيليان شو زي ما بنقول، يعني مبابي عمل شو خطير، لعيب متكامل لدرجه الاستفزاز الحقيقه، يعني عارفه الايدل، يعني لعيب ما فيهوش غلطه، جناح ما فيهوش غلطه، سرعه، مهاره، قوه، بيقدر يتصرف في المساحات الواسعه وبيقدر يتصرف في المساحات الضيقه. الفينش بتاعه على الجول ممتاز ومبهر، ونشوفوا الفرق ما بين الجولين اللي جابهم رغم انهم من نفس المكان، واحده الاولانيه حطها في البعيده، جه في الثانيه تشيزني توقع ان هو هيحطها في البعيده برضو، قام حاططها له في الضيقه، فهو عنده سرعه في التفكير وسرعه في رد الفعل وجوده في الفينش الحقيقه مش طبيعيه. هو دلوقتي هداف المونديال تقريبا بيتنافس عليه اللي هو خمس اهداف لحد دلوقتي، صح كده؟ هو خمس اهداف، هو المتصدر، وفي ست لاعبين بعده سجلوا ثلاث اهداف منهم فالنسيا، وده خلاص غادر البطوله، ففي خمسه كمان وراه منهم ميسي وهاريك وراشفورد واكتر من لاعب كمان، جاكوب بتاع هولندا على ما اتذكر، كل دول جايبين، في خمس لعيبه كمان ميسي مكملين. ميسي تسعه على حسب ما اتذكر الارقام، تسعه تقريبا كان محقق تسع اهداف في كل تاريخه في المونديال. لا بس يعني حاجة روعة بصراحة من بابي. بس أنا عايزة أروح معاك برضو النقطة مهمة، لأن منتخب فرنسا عنده إصابات، يعني منتخب فرنسا من البداية تحس أنه داخل مش كامل أساسا، بس في نفس الوقت متألق. بتفتكر الفترة اللي جاية هيستمر بهذا التألق، ولا برضو نتيجة الإصابات اللي بتحصل ربما شوية الأداء يتغير؟ رغم الاصابات في اسامي كبيره جدا في التيم، انما هم الحقيقه عندهم سكواد وعندهم قاعده من اللاعبين ووفره من اللاعبين تخليهم ما يتاثروش خالص الحقيقه. هم يعني عندهم في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه من لعيبه الصف الاول في العالم، فهم كتيم وكسكواد هم متكاملين جدا. ما كانش متوقع قوي ان هم الحقيقه يتاثروا، وده بان لان هم القوه اللي عندهم والكواليتي اللي عندهم مخليهم تعود اي ما عندهمش مشاكل. يعني بنزيما غاب، جيرو الهداف التاريخي موجود، يعني الناس ما عندهاش مشاكل خالص في فرنسا بمن حضر. الناس قبل البطوله كانت بتتكلم على ان ديشامب مش هو المدرب اللي يستاهل فريق زي ده قياسا بالجوده. صحيح هو خد كاس عالم ومتوقع ان هو ممكن ياخد كاس عالم تاني، انما هو ضايع 2 يورو، وده على السكواد وعلى تقل منتخب فرنسا وقوته في الفتره دي بيعتبروه فشل. فيعني الناس بتتكلم اصلا حتى معايير مختلفه تماما. في ليفل تاني يا جماعه. يعني طيب خليني اروح، بس هنروح الدوحه سريعا كده ونرجع نكمل دوحه مع زميلنا العزيز جدا احمد عويس الناقد الرياضي الموجود دلوقتي هناك، ويطمنا عن الاجواء ونعرف منه تفاصيل. يا احمد بونجور عليك، صباح الفل. صباح الفل يا نواندس، صباح الفل على صديقي العزيز صبري. الجو هنا بدا يبقى يعني ايه الجد بقى تسعة. بجد والله الكوره قطم يعني بقى في نس سنه هوا كده بدانا نلاقيها في الجو الحمد لله اخيرا. طبعا زي ما قلت لك يا نواند، لو تفتكري انه لحد اخر جوله انا قلت لك المره اللي فاتت انت وكريم انه 27 فريق بيتنافسوا، واحنا اكتشفنا ان 27 فريق دول فضلوا يتنافسوا لحد ما الحكم صفر اخر مباراه حكم في اخر مباراه في الجوله الثالثه، ما كانش لسه حد عارف مين اللي هيوصل بنهايه مرحله المجموعات. اعتقد دي وجهه نظري، مش ما اعرفش صبري هيبقى معايا فيها ولا لا، ان مرحله المفاجات والكره الحلوه والكلام بقى اللي شفناه ده كله خلص. لسه كان بيقول كده اصلا استاذ صبري بالظبط، انا ما سمعتش. احنا رايحين للي خلاص بقى، للي هو زي امبارح لحد دلوقتي الاربع مباريات اللي اتلعبوا بدور ال 16 المنطق هو اللي بيحكمهم، واعتقد انه المنطق هيحكم الاربع مباريات اللي جايين النهارده، البرازيل وسويسرا واليابان وكرواتيا.
اللي ممكن يبقى فيها مفاجأة وممكن نلاقي فيها حد يطلع لدور الثمانية مباراة اليابان وكرواتيا. فريق كرواتيا عجزت جدا جدا وشكلهم في الملعب أبطأ كتير من البطولة اللي فاتت مع سرعة المنتخب الياباني صحيح. والحركة إنما ده اللي ممكن، إنما بقية الأربع مباريات أعتقد الموضوع صعب. كويس جدا. بدأت بقى جماهير تتوافد لأنه كان في ناس، في جماهير كتير جدا مستنية الجولة الثالثة لأنه جمهور البرازيل عارف انه هيوصل، جمهور الارجنتين عارف انه هيوصل، جمهور الانجليزي عارف انه هيوصل، فريندز عارف. فبداوا مع نهايه مباراه الجوله الثالثه جماهير تظهر بكثره، جماهير المنتخبات هنا رغم مغادره الجماهير المغرب وتونس اللي كانوا عاملين جو اجواء احتفاليه كبيره في الشوارع، وخاصه سواف اللي هو المعلم السياحي الكبير هنا في الدوحه اللي هو تقريبا هو التجمعات كلها بتبقى فيه. بدأت بقى الجماهير تظهر تبقى كلها أجانب، يعني كلها جماهير أجنبية باستثناء الجمهور المغربي، ونتمنى إنه مفاجأة المغرب تكمل، ولكن أعتقد إنها تبقى صعبة برضه. نتمنى ذلك. أنت عارف برضو يا أحمد بمناسبة الجماهير كان في فيديوهات نازلة كتيرة جدا يقول لك مصر ما راحتش بس مصر موجودة، كان الناس في الشوارع مشغلة أغاني مصري وعاملين يرقصوا عليها من جنسيات مختلفة، فأنت برضو إيه معلم حتى لو أنت مش موجود. كانت أجواء حلوة بصراحة جدا، وأكيد أنت عندك تفاصيل كتيرة شفتها كمان هناك. وخليني بس أروح للجزء برضو هنا الجماهيري، يعني ردود الأفعال بعد خسارة منتخب وبعد فوز منتخب. امبارح شفنا بكاء، كان في لحظات كده شوية مؤثرة كمان مع خسارة بولندا أمام فرنسا. الجماهير بعد في المدرجات بقى وانت وسطهم يا أحمد، احكي لنا الحالة بتبقى عاملة ازاي؟ هل بيبقى في حالة غضب؟ هل بيبقى في رضا بالنتيجة؟ الناس بتتعامل مع بعض ازاي لما بيخرجوا حتى بره الاستاد؟ خلينا يعني نقل لنا الصورة. هو التعامل بيبقى ودي جدا، ولكن أنا حضرت الخمس دقايق الأخيرة في مباراة المكسيك والسعودية، وكان المنتخب المكسيكي بيبحث عن هدف او المنتخب الارجنتيني يبحث عن هدف، وبعدين فجاه المنتخب السعودي هو اللي احرز هدف. فالحقيقه ردود الافعال بين الفرحه والزعل والكوليكشن عجيب. برضه كنت موجود في ماتش كوريا والبرتغال، ولاعيبه كوريا واقفه جوه الملعب بتتفرج على الموبايلات على ماتش اللي كان بيتلعب الناحيه الثانيه بين غانا واوروجواي، وهم مستنيين ان اوروجواي ان غانا تجيب جول او اوروجواي ما تجيبش جول. الحقيقه فكره انه لحد اخر لحظه في المباريات، مباريات كتير جدا ما كانش لسه الحسم التاهل حصل، خلى في حاله رياكشنات رائعه في الملعب انه ده مستني. ففجاه تلاقي ناس بتضحك مبسوطه وبتقلل وناس بتعيط فعاله جدا، ولكن في الاخر هي دي الكوره وهي دي جمالها، هو ده جمالها وهي دي متعتها. اكيد طول الوقت بنعيش ده والاهلي معودنا بقى على لحظات الدقيقه 90 طول الوقت. دي حقيقه صحيح. طيب استاذ صبري لو حابب تسال زميلنا احمد اي حاجه من الدوحه اتفضل. انا عايز اصبح عليه واقول له عاوز صباح الفل، والجروب مشتاق لك قوي يعني، واحنا هنا والله وحشنا برضه. وعايز اساله ايه اكتر، يعني انت شفت الجماهير كلها هناك، انا مهتم قوي نتكلم في النقطه دي، الجماهير اللي مشغله الكاسيت على طول والجماهير اللي بتشجع بجد، يعني انت شفت النموذجين، فقول لي ايه افضل جماهير انت شفتها واقفه ورا فريقها فعلا، مش مجرد مشغله اغاني او بتغني طول المباراه وخلاص، انت شفت الجماهير كلها، قول لي كده انطباعك عن الجماهير. يعني بص، جماهير اللاتين في مكان لوحده يا صبري، يعني جماهير الارجنتين والبرازيل وممكن نحط المكسيك كانها لاتين، هي امريكا الشماليه ولكن هنحطها في وسطهم. لا اللاتين يعني بيعملوا حاجه في المدرجات انا ما شفتهاش، رغم ان احنا عندنا جمهورنا بيبقى قوي ومتواجد، ولكن لا فكره الجمهور انه يبقى من اول لحظه لاخر لحظه في الماتش ما بيسكتش، عنده اغانيه، عنده الاهازيج بتاعته، يعني ده انا اكتشفت انه اغلب الحاجات اللي عندنا الحاجات اللي احنا بتتغنى عندنا في المدرجات كلها منقوله نفس الارتام، يعني كل الريتم اللاتيني كله ما يعني جاي من البرازيل، وكل الريتم اللي عندنا في الاغاني جاي من البرازيل والارجنتين. جمهور رائع في حته لوحده. طبعا جمهور المغرب وتونس عامل حاله قويه جدا، الاوروبيين هاديين شويه يعني مش باشتعال اللاتين،
انت امبارح شفت اصلا السنغال وانجلترا، شفت الجماهير اللي في السنغال عامله ازاي والتشجيع المختلف، وجماهير انجلترا واقفين بكل شياكه بكل برود برضو بصراحه. بس انا عجبني جماهير السنغال اكتر، انا كنت شجع السنغال بصراحه. انا مخلص 3 علب بنادول على ماتش. اشمعنى يعني؟ صفارات جماهير السنغال ما بتبطلش يعني، من اول ما بندخل الملعب لحد ما بنخرج الاهازيج بتاعتهم صحيح. حتى مع الخساره كانوا مستمرين ان هم يشجعوا المنتخب حتى اللحظات الاخيره بصراحه. متعادلين، انا عجبني ده، مغلوبين 37-0 ما لهمش دعوه. هم رايحين ينبسطوا. طيب هو نفس الريتم يا صبري، يعني هو نفس الريتم يا جماعه، يعني كاسه شغال، احنا مغلوبين 35 الكلام ده. طيب عويس، عايزه اروح معاك يا عويس لنقطه كمان مهمه جدا ولازم اسالك في كل مره انت معانا، على توقعات لما يبقى في مباراه قويه واحنا مش عندنا مباراه قويه، احنا عندنا مباراه ناريه لما تيجي تتكلم عن انجلترا وفرنسا، توقعاتك للمباراه دي ايه بقى؟ انا وجهه نظري اللي هيعدي منهم رايح النهائي، شايف ان فرنسا السكواد بتاعها اقوى رغم غياب القلبين بوجبا وكانتي، ولكن قدرت ديت شامبي يعالج الحته دي، والحال الاربعه اللي قدام مرعبين جدا، ولكن برضو الناحيه الثانيه تقدريش تنكري الانجلترا دكه ومهاجمين حاجه كده يعني. ميسي اعتقد ان ليونيل ميسي صبري لو انت معايا يتمنى دكه اي فرقه من الفرق اللي راحت مع دور الدم، اي فرقه يعني. انا بشوف ميسي في الملعب لو خرج لو اتصاب وخرج ممكن الارجنتين تتعادل او تتغلب. صحيح يعني. كل تخيل لو ينتهي عند ليونيل ميسي، يعني مفيش حاجه دي هتبقى مفاجاه، برضه هتبقى مفاجاه كبيره بدون ميسي. ما تبقاش مفاجاه، انما انا وجهه نظري انه فرنسا متهيألي الكف ارجح طبعا لفرنسا. على كل حال عويس ترجع لنا بالف سلامه وما تغيبش بقى علينا، انت مكمل لغايه نهايه المونديال صح كده؟ ان شاء الله لحد النهائي، ولما ارجع بقى ان شاء الله اكيد لازم. ان شاء الله يا احمد ترجع لنا بالف سلامه، واحنا كده كده متابعين معاك طبعا لحظه بلحظه، سواء في 10 الصبح في الاهلي او على قناه النادي الاهلي. شكرا ليك يا احمد زميلنا العزيز. طيب خليني اروح معاك للسؤال اللي انا نهيت بيه مع عويس، وتوقعات ما بين فرنسا وانجلترا. زي ما قلنا انجلترا يمكن مقدمه مونديال مختلف الى حد ما، فرنسا يعني زي ما توقعنا منتخب تقيل، منتخب هيقدم كتير، منتخب هيتاهل ربما للنهائيات وقد كان، بس برضو توقعاتك ايه بالاداء بتاع انجلترا حتى هذه اللحظه؟ انجلترا كالعاده في السنين الاخيره وفي البطولات الاخيره بتقدم اداء كويس جدا، لكن التاريخ بيقول ان هي ما بتكملش اكتر من دور الثمانيه عاده يعني. مش من المنتخبات اللي هي على مدار التاريخ ترشحها ان هي تاخد كاس عالم، هي خدته مره واحده على ارضها في ظروف الناس تعلمها جيدا، لكن هم عندهم تيم متكامل، فريق كل لاعبيه نجوم ومعدل اعماره صغير مش كبير، عندهم اجيال يعني زي ما بنقول اجيال بتسلم بعض يعني. المنتخب ده مش هينتهي مثلا بعد البطوله دي، معدل اعماره يلعب كاس عالم كمان على الاقل وممكن كمان اللي بعده. فرنسا زي ما قلنا في بدايه كلامنا سكواد مبهر وفي نجوم في كل حته، على مستوى التقل في البطولات هم اتقل، حامل اللقب مرشح يعني، مش عايز اقول انه كمان ممكن يكون المرشح الاول للبطوله دي، 2 يورو ورا بعض فيهم واحد واصل فاينل، فهم منتخب على مستوى التقل في البطولات النوك اوت هم تقال جدا، ده ممكن يرجح كفتهم شويه، لكن هو هيبقى ماتش تكسير عظام ما بين المنتخبين، كل منتخب عنده نجوم سواء خصوصا في المنظومه الهجوميه، اثنين عندهم تقل غير عادي، مبابي وهاري كين وراشفورد يعني جيرو يعني، وكلهم فايقين وكلهم بيقدموا اداء مثالي الحقيقه، فاحنا على موعد مع نهائي مبكر زي ما بنقول حتى على مستوى الكواليتي بتاع الفرقتين، هنشوف مباراه كبيره، ما فيش توقع بالنسبه لي قوي على النتيجه، لكن الاكيد ان احنا هنشوف ماتش خيالي يعني. بص لسه عندنا مباراة تانية نارية طبعا هولندا والأرجنتين، بس خلينا لما نرجع من الفاصل هنروح دلوقتي نتابع جزء من تدريب يعني الفريق الأول عندنا في النادي الأهلي، وكان نروح فاصل نرجع نكمل مع أستاذ سراج، لسه عندنا نقاط كتيرة جدا خاصة بالمونديال كمان، وعندنا ماتش الأهلي وغزل المحلة عايزين برضو نتكلم عليه، خلينا نروح نتابع.
طيب الاستاذ صبري لسه منورنا الناقد الرياضي طبعا، وكنت بتكلم معاك على المباريات الناريه، يعني عندنا كذا مباراه هتكون ناريه، وخلينا نتكلم بعد فرنسا وانجلترا عن بقى هولندا والارجنتين سوفر، او يعني خلينا نقول الاكثريه بتقول لك اكيد اكيد يعني الارجنتين هي اللي كفتها ارجح في هذه المنافسه او هذا اللقاء، برضو تتفق مع ده ولا ممكن نلاقي مفاجاه؟ وانا اتمنى حقيقة يعني حد بيشجع الأرجنتين أتمنى، إنما المواجهة مش سهلة. بالعكس المنتخب الهولندي يمكن ما ظهرش في دور المجموعات بالشكل اللي الناس كانت متخيلة إن هولندا هتظهر بيه، لكن ده له سبب بالنسبة لي. المجموعة كانت سهلة أصلا على هولندا، فما كانش عندهم مشكلة أو مش محتاجين الحقيقة إن هم يحرقوا بنزين كتير في الأول، إن هم يلعبوا بكامل طاقتهم. المجموعة بالنسبة لهم كانت مجموعة في المتناول جدا، هي أسهل مجموعات المونديال، لكن شفناها في دور الستاشر بوجه مغاير تماما، قدمت أداء كبير والناس رجعت تفتكر هولندا والكرة الشاملة واللعب اللي فيه أجريسيف على الجول، وعملوا مباراة كبيرة جدا. الناحية التانية منتخب الأرجنتين الحقيقة أنه هو قايم على ميسي، يمكن في العشر سنين اللي فاتت احنا دايما او اكتر بنقول ميسي وعشر خشبات، السنة دي في حاجة انا بشوف ان هي مختلفة شوية، ان معاهم حارس مرمى قوي جدا مارتينيز من الحراس الهايلين في الدوري الانجليزي، ومقدم اداء كويس جدا في كاس العالم، في مهاجم جيد اسمه ألفاريس، الفنش بتاعه كويس على الجول، تحركاته كويسة جدا، دول شوية بيساعدوا ميسي، لكن الخطة اللي بيلعب بيها المنتخب الارجنتيني قايمة تماما ومتمحورة حول ميسي، هو ميسي وكل الباقيين بيحاولوا يقطعوا الكرة ويوصلوها لميسي، يمكن لان ما عندهمش كواليتي كفايه في اغلب المراكز، فهم اعتمادهم على الوحيد اللي عندهم اللي عنده حل مختلف دايما او حل غير متوقع. فالارجنتين كلها قايمه على ان احنا ازاي نجيب الكوره نوصلها لميسي وميسي هيتصرف. يمكن ده كان الحال برضو على فكره مع البرتغال، بس هنقول ممكن المونديال اللي فات مش ده مع كريستيانو، يعني كان برضو فكره كريستيانو رونالدو هو البرتغال دلوقتي، وللاسف الشديد الواحد بيقول كده مش ده الحال مع كريستيانو رونالدو ابدا للاسف، ده كمان البعض كان بيطالب ان هو ما يشاركش بشكل رسمي في المباراه القادمه للبرتغال. تخيل كريستيانو رونالدو اصبح هناك يعني كلام بهذا الشكل نحو، معقولة؟ يعني أنا مستغربة، أنت شايف ده عادي يا أستاذ صبري؟ الزمن لا ده يعني ده شيء صعب. طب الزمن ليه ما يعني تعالى قارنه بميسي، ما هما الاثنين قريبين جدا لبعضه، دايما المقارنة ما بينهم، حتى تقول الأرجنتين البرتغال أنت بتقول ميسي وكريستيانو والفرق سنتين، ما هياش حاجة معضلة قوي. طب ليه كده؟ بعد ال 35 أو ال 34 سنة كل سنة بتفرق وكل شهر فعلا بيفرق. بعد 35 طبعا يعني بيبان جدا، يعني اعتقد ان اللعيب ممكن يقدر محتفظ بكامل توهجه يعني لحد سن 34 35، بعد كده الحقيقه ان كل سنه في التجارب، يعني انا دي مش هقدر اقول لك ان هي دراسه علميه، انما من اللي الواحد شافه في الكوره ان هو بعد 35 لا في بيحصل هبوط كبير على الاقل على المستوى البدني. كمان انا بشوف ان رونالدو بيدفع ثمن اختياراته الخاطئه من يوم ما قرر ان هو يمشي من ريال مدريد. طب الراجل عمل خلطه يعني خلاص، ده مش هو بيدفع ثمن ده الحقيقه، ده كان هو حاجه صعبه قوي يعني، كان نظير شؤم الصراحه عليه لحد النهارده، هو بيدفع ثمن ده، هو اختار في لحظه معينه كان في قمه التوهج هو والفريق حقيقيين طول اوروبا ان هو يسيب النادي ويمشي، وشاف ان هو لو راح اي نادي تاني هيكون اضافه، راح يوفنتوس ما حققش اي شيء اللهم الا على صعيد الارقام الفرديه يعني، انما جماعيا هو ما حققش حاجه مع يوفنتوس، ثم توالت الانهيارات بعد كده. السنه دي هو عنده مشاكل كتير جدا في مانشستر يونايتد اثرت بشكل كبير، وهو الحقيقه سبب هذه المشاكل مش اي حد تاني. حط ضغوط كتيره على نفسه، لكن في برضو انا بشوف ان في فرق ما بين منتخب البرتغال ومنتخب الارجنتين، لان البرتغال برضو عندهم سكواد قوي وعندهم وفره في كل المراكز وعندهم لعيبه نجوم تانيين غير كريستيانو، على كريستيانو لو مش في الملعب حضرتك شفتي ان الجمهور نفسه بيقول احنا مش عايزينه، او في ناس بتقول يعني لو ما راحش البطوله مش مشكله، لان مش عشان هو سيء قد ما هم واثقين ان هم عندهم منتخب تقيل يعني. عندهم منتخب تقيل بعكس الارجنتين، الارجنتين لو شلنا ميسي منها هتقل بنسبه 90% يعني. المنتخب الارجنتيني مش بنفس القوه خالص، عشان كده والارجنتين عشان حاسين بكده احنا بنشوف حاله التفاف غير طبيعيه السنه دي حوالين ميسي، ان هم حاسين ان احنا لو ما خدناش كاس العالم وهو موجود
مش هنعرف نعمل كده تاني خلاص، خصوصا ان يعني ده اخر كاس عالم ليه بالزبط. حسب تصريحاته يعني بالظبط هو ما عندوش فرصه تانية ان هو يلعب كاس عالم لتقدم سنه، والارجنتين قدامها الله اعلم قد ايه عشان تعرف تطلع لعيب تاني زي ميسي. فاحنا لو ما خدناش كاس العالم دلوقتي مش هنعرف ناخده، يعني ده اعتقد المنطق اللي هم بيفكروا بيه، وبيفسر حاله الالتفاف الغريبه السنه دي بالذات حوالين ميسي في البطوله، وفرحه اللعيبه بيه والتفافهم حواليه. ميسي بيقدم اداء مبهر جدا بالمناسبه في البطوله، واخد افضل لاعب في 3 مباريات من الاربعه، هو من اهم الناس او تاني احسن دريبلر في البطوله، مراوغ بعد المفاجاه جمال موسيالا اللي هو خرج مع منتخب المانيا من الدور الاول، هو الاعلى في المراوغات في البطولة، عامل 21 مراوغة لسه في 3 مباريات ولسه ما حدش حصله، بعده ميسي 18 مراوغة ثم مبابي 16، لكن ميسي بيتفرد برقم ان هو الاكتر واحد عمل مراوغات صحيحة يعني من عدد محاولات اقل. الماتش اللي فات مثلا عامل 8 محاولات صحيحة من 8، 8 مراوغات منهم 8 صح. امبارح مبابي عامل 6 مراوغات من 10، فيعني ميسي الترقيصة زي ما بنقول بتيجي يعني لازم ما فيهاش هزار يعني فالمنتخب البرتغالي منتخب قوي الحقيقه، برضه عنده مشكله فرنسا او مشكله المدرب، ان هم شايفين برضه الناس بتشوف ان المدرب اللي بيدرب منتخب البرتغال اقل من السكواد اللي موجود معاه، لكن في الاخر هو منتخب قوي وواضح ان هو يعني عندهم طبعا وفره في كل هو محلي بتهيألي صح مدرب البرتغال محلي مدرب برتغالي. فيما عدا كده المباريات طبعا نرجع تاني لهولندا والارجنتين لان فيها نقطه مهمه جدا. هولندا عندها فان دايك برضو عندها فان دايك طبعا وعندها بتلعب بثلاثه كمان في خط الدفاع، وده مناسب جدا وهم بيواجهوا الارجنتين. الطريقه دي مناسبه جدا، عندهم مدرب كبير قوي قاعد على الدكه فان خال، وعنده حلول كتير جدا وعنده افكار تكتيكيه عظيمه يعني. فالمباراه صعبه على الارجنتين وصعبة على هولندا، لكن مفيش أفضلية لمنتخب على التاني، اللهم إن إلا إن الناحية دي في فان خال والناحية دي في ميسي، فاللي هيكون في ليلته في اليوم ده سواء ميسي في الملعب أو فان خال على الدكة ولاعيبته تنفذ اللي هو مطلوب منه، هو اللي هيقدر يحقق الفوز. أنا أتمنى الحقيقة، أنا متعاطف جدا مع الأرجنتين متعاطف جدا بحب الأرجنتين أصلا ومتعاطف جدا مع ميسي، وحاسس ان هو يعني هي دي اللي ناقصه بقى يعني ان هو ياخد كاس العالم. طب مش متعاطف مع كريستيانو رونالدو خالص؟ لا متعاطف مع ميسي اكتر الحقيقه. مع ميسي باين خلاص كده الجواب باين. طيب لو هنروح شويه برضو للبرازيل، البرازيل او فرنسا او المنتخبات اللي هي عندها خبره مع المونديال، احنا شفناها الماتشات الاولانيه خالص دور المجموعات ما شفتش الاداء الواو منها الارجنتين بالمناسبه، فالناس قلقت، بس بعد كده بتهيألي المفروض الاداء يختلف تماما، بس هم ليه بيبقوا برضو ادائهم اقل شويه من مستواهم في دور المجموعات؟ هل ده بيبقى اللي هو زياده الثقه او يعني مش عايز يضغط على اللعيبه ولا ايه بالظبط؟ في برود شويه في اللعب؟ مش برود، هي سمه المنتخبات الكبيره ان ما بقديش محرقش بدري يعني. ما احرقش بدري بالظبط، البطوله طويله هو كل منتخب بيحتاج ال 100% فعلا في الادوار الاقصائيه. في المجموعات في فرصه لجمع النقاط، المنتخبات مصنفه A و B و C و D، فانا منتخب تصنيف ايه، المنتخبات اللي معايا في المجموعه اقل مني بالكتير هيبقى عندي مواجهه صعبه في المجموعات، والمواجهتين التانيين هيكونوا اسهل نسبيا، فانا مش محتاج ان انا زي ما قلنا كده نحرق بدري يعني، لان في الادوار الاقصائيه من اول دور ال 16 انا محتاج 100% من كل لاعب ومحتاج تركيزي يكون 100%، فالمنتخبات الكبيره بتاخدها سنه سنه، عشان كده دايما المنتخبات الكبيره عاده ما بتظهرش بالشكل اللي الناس بتامله في دور المجموعات، حتى لو حققوا نتائج كبيره مثلا زي انجلترا، انما جت في المباراه اللي بعدها تعثرت وهكذا. انما هي عملت مع ايران ماتش حلو بس كان يعني مش تنافسي ده بالظبط اللي بقوله يعني هم حققوا نتيجه كبيره لكن برضو هم بيلعبوا باريحيه شديده جدا. بعد كده شفنا وجه مغير في دور ال 16، شفنا فرنسا غير في دور ال 16، شفنا ارجنتين غير في دور ال 16، هولندا هكذا. المنتخبات الكبيره دايما من اول النوك اوت بتبدا بقى تظهر وجهها الحقيقي وجودتها، عشان كده مفيش مجال كبير للمفاجآت بدءا من دور ال 16، كل المفاجآت بتحصل في الدور الاول.
زي ما قلت وعاوز اكد على كلامي وبعيدها تاني، المفاجاه الوحيده المتوقعه هي اليابان. مفاجاه اليابان مع كرواتيا، والحقيقه ان هي هتبقى منطقيه جدا. كرواتيا رغم الاسامي الكويسه اللي فيها ورغم ان هي تاني العالم وكل حاجه، انما منتخب عجوز في مواجهه منتخب شاب، ومنتخب عنده نظام فظيع، تنظيم غير عادي في بدنيا كمان عاليين جدا، وهيرهقوا جدا المنتخب الكرواتي. فاذا حصل واليابان كسبت كرواتيا هي مش هتكون مفاجاه قد ما هي نتيجة منطقية، لكن بحسبة التاريخ يعني أو تقل المنتخبين على المستوى العالمي فهنعتبرها مفاجأة، إنما غير كده ما أظنش إن هيحصل مفاجآت تانية في النتائج في والبرازيل في وكوريا. البرازيل وكوريا طبعا محسومة إلى حد ما، تهيأليش رغم كل الغيابات اللي في البرازيل والإصابات اللي ضربت الفرقة، إنما البرازيل البرازيل ده في ناس كتيرة مرشحة إن هي اللي هتفوز بمونديال النسخة دي. طبعا عندهم برضه سكواد من السكوادات المهمه جدا في البطوله والقويه، وعندهم وفره مهاريه. الناس بتحب البرازيل لانها لسه محتفظه سنه بكره الشوارع، سنه العشوائيه وسنه المهاره والحاجات اللا متوقعه في الكوره. البرازيل طول عمرها عندها الحته دي، لسه محافظه عليها لحد دلوقتي، صحيح بنسبه اقل من زمان لكن لازالت موجودة، لازالت ريحة كرة الشارع موجودة في كرة البرازيل. عشان كده الناس دايما عندها تعاطف لا إرادي مع البرازيل يعني. فالبرازيل النهاردة مهمتها مش صعبة. أظن أن نيمار حتى ممكن ما يشاركش النهاردة، ولو شارك هيكون لبعض الدقائق، مش هيديله وقت طويل، هو راجع من إصابة. فهو لو جاهز حتى 100% أظن أنه هو هيحافظ عليه، ممكن بس يديله ربع ساعة تلت ساعة في آخر المباراة عشان يكون جاهز للماتشات اللي بعد كده. مهمة مش صعبة على البرازيل أبداً خالص يعني. طيب لو هروح معاك بقى الماتش بكرة وماتش مهم، والمغرب واسبانيا ومجموعه المغرب اصلا من البدايه اللي قلنا هي يمكن مجموعه الاصعب بالنسبه ليعني منتخب عربي مشارك، لكن المغرب لحد دلوقتي بصراحه مشرفانا بشكل يعني محترم. ولكن في قلق بقى من المغرب واسبانيا، ويمكن كمان المغرب ما كانتش حابه ان هي تواجه اسبانيا، بس قد كان. فمواجهه صعبه يعني، خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر عنها. رغم انه اقوى منتخب عربي داخل البطوله، لكن كلنا كنا متوقعين او معظم الناس كانت متوقعه ان هو يغادر من الدور الاول بسبب قوه المجموعه. عمل المفاجأة، مش بس صعد، ده صعد أول مجموعة، ودي يعني حاجة عظيمة جدا. رغم كمان يعني الناس كانت خايفة لأن في مدرب جديد داخل على الفرقة قبل البطولة على طول، ودي مش حاجة سهلة أنك تغير المدرب بتاعك قبل كأس العالم، تجيبي مدرب تجربيه في كأس العالم. التجربة دي حصلت مثلا مع منتخب تونس وكانت النتيجة سيئة وخرجوا من البطولة، بس الركراكي مختلف. الركراكي عامل حالة عظيمة مع رغم صغر سنه على فكرة. صحيح، هو 39 بتهيألي. صحيح، وإحنا بنعتبره صغر سن، إنما هو بره يعني كمدرب حتى بره يعني. الناس في الثلاثينات دلوقتي ماسكة أكبر أندية في العالم، إنما إحنا هنا المدرب بيبقى داخل على الستين وبنقول مدرب شاب يعني. الموضوع مختلف في حسابات اخرى، بلاش نحط معايير. طب خلاص اعتبر ان انا ما قلتش حاجه. المغرب قدمت اداء خرافي الحقيقه في 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 محترم في جروب ستيج، وعملوا مفاجاه كبيره جدا وصعدوا. حظهم سيء جدا ان هم هيقابلوا وحش المنتخب الاسباني. اسبانيا برضو بصراحه تقيله. شكل المباراه بالنسبه لي متوقع جدا. اسبانيا هي اكتر منتخب عمل نسبه استحواذ في البطوله، يمكن معدل استحواذهم في الثلاث ماتشات اللي لعبوها 73%، يعني بيلعبوا لوحدهم تقريبا في الملعب. منتخب المغرب مش من المنتخبات اللي بتمسك كوره في البطوله، نسبه استحواذها 39% في الثلاث ماتشات. ده هيوريكي الماتش ممكن يكون عامل ازاي. بس هو حتى لو دي الصوره اللي بتلعب بيها المغرب، هو بتهيألي ما فيش مجال ان انت تبقى بتدافع في مباراه اسبانيا. يعني قصه ان المونديال ده المغرب او اي دوله على فكره داخله او منتخب داخل يدافع او هجمات مرتده، ده مش هينفع في المونديال ده خالص. ما هو يعني الفرق، انت بتبصي كل منتخب الكواليتي بتاعه عامل ازاي. ما فيش فرقه في البطوله كلها بلا استثناء تقدر تمسك كره على اسبانيا اصلا بقى، ولا البرازيل قولا واحدا. اوكي، يعني هقول لك نسبه الاستحواذ بتاعت اسبانيا في البطوله 73%، اقرب حد ليها بعد كده هو الارجنتين 64%، البرازيل 59%. انت بتتكلم لغه ارقام هنا تحديدا كله يعني. على مستوى اللعب والاستحواذ اسبانيا تكسب اي حد، او معركه الاستحواذ هي محسومه لاسبانيا. انما كل فرقه بتواجه اسبانيا لازم هتدور على المشاكل اللي عند اسبانيا فين، او الثغرات فين، وتلعب عليها. فاحنا بنتكلم ان في منتخب هينزل يقفل دفاعاته كويس جدا اللي هو المنتخب المغربي، ويبدا يفكر ازاي يلعب على التحولات ويستغل ثغرات معينه في المنتخب الاسباني.
عنده شيء ممكن يكون في صالحه ان هجوم المنتخب الاسباني ما عندوش المهاجم السفاح زي ما بنقول، اللي هو هتجيله فرصه هيخلص. منتخب اسبانيا من بعد توريس ومن بعد الجيل بتاع 2008 و2010 ما عندوش المهاجم او المهاجم الصريح اللي يقدر يخلص تقلق منه بشكل لو لمس الكوره. بالظبط، الناس قبل البطوله كانت بتقول ايه موراتا؟ موراتا هيعمل ايه؟ صحيح موراتا جاب 3 اهداف في الثلاث ماتشات اللي فاتت، لكن هو لاعب مش من لاعبي، مش مهاجمين الصف الاول، مش من اللعيبه اللي بتسجل من عدد فرص قليل. ده ممكن شويه يكون مريح نسبيا لمنتخب المغرب، لكن الفروق واضحه الحقيقه ما بين المنتخبين. احنا متعشمين في ثقه لاعبي المغرب في انفسهم. والله المغرب فاجئنا، انا حاسه ممكن يفاجئنا، يو نيفر نو زي ما بتقال. يعني هقول لك على حاجه، فرق برضو التربيه والعقليه. لاعيبه منتخب المغرب كلها او معظمها اتربى بره، لعب من وهم في الناشئين، في قطاعات الناشئين، هم بيلعبوا اصلا في انديه اوروبا، فالعقليه مختلفه، والتدريب اللي خدوه والخبرات اللي اكتسبوها على مدار السنين اللي فاتت مختلفه جدا عن اي لاعب عربي تاني. عشان كده هم شكلهم في الملعب تحس ان احنا بنتفرج على منتخب اوروبي، ما هوش منتخب عربي، هو بيلعب كره مختلفه عن الكره اللي بتلعب في افريقيا واللي بتلعب في وطننا العربي. يعني اتمنى طبعا، كلنا نتمنى ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه، لكن الحقيقه ان الواقع بيقول ان هو الموضوع صعب جدا، صعب جدا جدا عليهم. انما هم عملوا خلاص زي ما بنقول، عملوا اللقطه اللي هم بس احنا نفسنا بقى كمنتخب عربي مش بس نعمل اللقطه، نفسي ان احنا ننافس على النهائي. يعني نفسي مره تحصل. وعلى فكره كانت فرصه مصر برضو عظيمه جدا، كانت تقدر، بس يعني مش هنتكلم في ده دلوقتي، ده عايز حلقه، ده عايز شكلك عارفه. استاذ سراج نورتني بجد النهارده، استفدنا جدا، كانت فقره حلوه للاسف بس الوقت خلص. نورنا ان شاء الله، تغطيتنا مستمره اكيد معاك ومع جماهير النادي الاهلي، متابعينا كمان هنا في قناه النادي الاهلي على مدار طبعا كل الايام القادمه. بشكر حضرتك جدا. هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيفتنا دكتور دينا ابو السعود، واخر فقره في حلقه النهارده، خليكم معانا.